بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. هيا بنا نستمع إلى طب القلوب وشرح الصدور تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون والعالم العربي والقارئ الدول العربية والإسلامية والمقيم والمعروف بمحافظة المنوفية سائلين المولى عز وجل له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله
بسم الله فالق الاشباح
ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم ترجمة
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم ذلك
وخالق كل شيء هو خالق كل شيء
لا شرح الصدور تلاوة قرآنية مباركة تلا على مسامع حضراتكم ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ فاروق الضيف القارئ اتحاد الإذاعة وتلفزيون العالم العربي والمقيم والمعروف بمحافظة المنوفية. أما الهندسة الصوتية والضوئية إدارة الظريف عبد الرحمن الربي المقيم والمعروف بقرية تربت. حضرات سادة المعازين الكرام شكر الله سعيكم جميعا.